وحلفائه المحتلين بحملتهم الممنهجة من قصف للطيران والمدفعية على المناطق المحررة في إدلب وأريافها وريف حلب الغربي، مستهدفاً المباني السكنية والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة للأسواق العامة والمدارس والجامعات والبنية التحتية بشكل عام في المحرر. كما أدت الحملة إلى نزوح مئات العوائل هرباً من آلة القتل التي اتخذها النظام المجرم منهجاً للانتقام من المدنيين الأبرياء طيلة سنوات الثورة. وإننا في حكومة الإنقاذ السورية نعايش مآسي أهالينا في المناطق المحررة، ومع بدء الحملة في الخامس من هذا الشهر بدأنا بجملة من الإجراءات للتخفيف من معاناة أهلنا والحفاظ على أرواحهم من بعد الله عز وجل. الاتفاق أو الضمان المتفق بين تركيا وروسيا والدول الضامنة للموضوعات هو حقيقة مخترق من بداية القصف الذي قام به النظام المجرم، ولذلك قد يكون هذا الاتفاق بالنسبة لنا بعيد عنا، ونحن على أرض الواقع نتصرف. عندما يتم الاعتداء علينا سيتم رد بشكل يليق بالاعتداء الذي تم علينا. مركز إيواء إذا بتذكر حضرتك، نحن مركز إيواء التي أنشئت في زمن الزلزال، هناك كان عندنا آلاف العائلات. بفضل رب العالمين نحن خلال 4 شهور أو 5 شهور ما بقي عندنا ولا مركز إيواء جماعي، وإنما تم نقل جميع العائلات من مراكز الإيواء إلى أماكن، منها مساكن حجرية، منها مساكن كرفانات، ومنها مخيمات منظمة ومخدمة بالمياه والكهرباء والصرف الصحي. هو واقع نوعاً ما جيد، ولدينا أصبح الكثير من المشافي التي تعتبر هي مشافي عامة وتتبع لوزارة الصحة في حكومة الإنقاذ السورية. نعم، الواقع الصحي بشكل عام تأثر بأثر القصف، وهناك بعض المشافي استهدفت بشكل مباشر وصف فيها ضرر كبير، لكن الواقع الصحي مستمر إن شاء الله، والكوادرنا الطبية مستنفرة بكامل طاقتها، والأمور على خير إن شاء الله.